من جهة أعربت مصر عن قلقها البالغ من التصعيد في شبه الجزيرة الكورية نتيجة إطلاق صاروخ من جانب كوريا الشمالية فوق الأراضي اليابانية. شدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد في بيان على ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن في هذا الشأن، مؤكدا أهمية التعاطي بصورة إيجابية مع الجهود المبذولة لنزع فتيل الأزمة في شبه الجزيرة الكورية في ظل ما يمثله الوضع الحالي من تهديد لأمن واستقرار المنطقة.